والله في البوتس. هذا البوتس. هذا البوتس. هذا منظر داخلي صح؟ هذا البوتس اللي مدي يا شيخ زي كذا. داخلي ها زي كذا. ها دباي ها. هذا بوتس ها؟ اه بوتس ها. في بس هذا دباي. ما هو نفسه ها؟ هو نفسه. اي اوكي طيب. في منه علاقة وفي منه ايش؟ ارضي. هذا وفي منه نوع بخمسة ريال وفي منه طيب بس منظر ما في ريحة. لا ما في ريحة. اوكي طيب بوتس. بوتس؟ اه بوتس. طيب. وهذه عندنا وش هذه؟ هذه من 6 شهور وش هذه؟ هذه داخلية صح؟ اه داخلية. شو اسمها؟ لازنتس. لازنتس. زين وش عندنا بعد؟ لا فيكس روبستا. هذا فيكس. اه فيكس روبستا. داخلي. داخلي. ما في منظر ما في ريحة منظر بس. بس جاردينيا بس طيب. فيها ريحة. ريحة في الجاردينيا هذه داخلية هذه درجة داخلية. زين. زين طيب وش عندك داخلي بعد؟ في عندك الدراسينة هذا ورق ناعم هذا. دراسينة هذا منظر طبعا. اه منظر بس. دراسينة. اه وفي دراسينة هذا مختلف. ورق عريض. هذا دراسينة آه. ورق عريض. زين. في البوتس برضه هذا مداد على عمود زي كذا زي اللي هناك نفسه. بوتس. اه بس كبيرة. ايه طبعا في... كلها تتحمل اجواءنا. كل عمر تتحمل. دي شوفليرة. داخلية. اه شوفليرة داخلية. شوفليرة داخلية. هذا الجار تين ما عندك؟ تين هذا موجود خارجي بس خارجي ها؟ أيوة. طيب ورنا اللي عندك الحين. طيب ورنا اللي عندك الحين النباتات الخارجية اللي تعطي ريحة. في مسك المدينة. ورنا هذا مسك المدينة. ريحتها طيبة جدا يا شيخ. ريحة طيبة هذه مسك المدينة. آه مسك المدينة. أوكي. هذه خارجية. خارجية لها طبعا ريحتها زينة توصل لي يعني ريحتها ما شاء غطي الله. البيت يعني تغطي تشم ريحتها لو عملت لها كذا انت ماش بتفيح الريحه سبحان الله مسك المدينة اه طيب وغيره في كليل الجبل هذا كليل الجبل بعد احنا كل هذه خارجية اه خارجي كلش طيب الفل خلاص اخذت مني لا ابغاك تشرح للناس انا ما ابغى الفل الفل فل. وين الفل هذا الفل يعني. هذا الفل هذا هو ايوه هذا خارجي ايوه هذا خارجي ريحه ومنظر ريحه ومنظر طيب في هنا جاردينيا والجاردينيا خارجي الجاردينيا خارجي ومنها الداخلي وفي شيء داخلي بعد اي اوكي ترى اوكي طيب طيب بس هذا خارجي جاردينيا في خارجي ريحتها زين ايوه ريحتها طيبه جدا زين وغيره شو ملكه الليل وفي ملكه الليل عندكم يجيب ريحه بالليل ليتك تكلمنا على الاسعار كم ملكة الليل الشتلات هذه تتراوح بين كم وكم من 10 ريال ايش من 10 ريال والجاردينيا برضو 10 حلو اوكي زين اه في عندك ياسمين فرنسي هذا ياسمين فرنسي ياسمين فرنسي. ريحه اه ايوه ياسمين فرنسي بريحه ده ب 25 حب اوكي ده الياسمين الاسترالي هذه خط منه واحده صحيح خارجي زين وهذا اللي مزهر شو ما الفل هذا هذا الفل زين ها طيب في اشجار بعد التكومه في حاجه اسمها تكومه بتجيب زهره صفراء بتكبر شجره كبيره في الياسمين الهندي اللي معروف الياسمين الهندي معروف كم شتلات الياسمين الهندي؟ الياسمين الهندي ب 50 كبيره هذه زي اللي برا اللي هناك 50 مع ان الناس تبيعها ب 35 لا يا ابوي الا يا ابوي 35 اللي هو بعلبه سوداء ثاني 35 وبجاصات وش حلوها؟ شفت طيب 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 هاي عرفنا انك غالي انت ماشي عطنا يا بعد الغالي الخصله تسلم عندك جوري عندك الجوري برضه موجود ورنا شوف خل بس ما هو مزهر هاي زهر ان شاء الله كله مزهر وينه؟ هذا الجوري اي هذا جوري نعم شوف شوك معروف اي جوري كم تبيعون الجوري؟ الجوري ب 10 والله هذا جوري اذا جت التربه زينه ومويه زينه يطلع آه شيء هذا كله خارجي والخارجي في الصيف نسقيه كم يا شيخنا؟ مره واحده هي لقيت الصباح بدري او بعد العصر يا شيخ الصباح بدري او بعد العصر؟ اه يعني كذا عشان ما طيب والمويه الحاره والبارده لها دخل؟ لا عادي المويه العاديه بتاعتنا هذه طيب اوكي وش عندك بعد؟ عندك صبار اشوف تبيع بعد ايوه الصبار موجود يا شيخ صبار الشعر هذا صبارية شوفها اه هذا اللي فيه جلة يا شيخ فيه المادة هذه كم هذه ايش اجت ثلاث هذه؟ نجيب 20 وفي حاجة منها ب 10 اوكي زين في برتقال وش برتقالك هذا؟ برتقال هذا برتقال وش بصرة هذا بصرة؟ هذا بصرة اكيد اكيد يا والله في التين الاحمر
تين بعد مطلوب مفروض. ايوه ايوه وش عندك؟ في مانجا. وفي مانجا ما شاء الله، بس مانجا ما تصلح يا جوانا ترى. اي هذه بتزرع هي صحراء ما تنفع، تنفع في شرقيه في جيزان. عنب في عنده عنب الرجال. في جوافه ما شاء الله، فيها تفاح، كل هذه شجرات مثمره. خوخ ما شاء الله، مشمش وتين هناك. برتقال هناك. ترنج. ترنج. في توت. كله عندك. طيب خلاص الله يعافيك. دي اشجار الزينه يا شيخ كلها. احنا نتكلم عن اشجار الزينه الداخليه والخارجيه. بس. الداخلي سقايته نفس سقايه الخارجي؟ كل ثلاث ايام. الداخلي؟ كل ثلاث ايام مره. في وقت معين ولا؟ ايوه برضه يعني لا، ما دام هي تحت المكيف عادي في اي وقت تسقيها. طيب خلاص واضح. هذيك وش هي الاشجار هذيك اللي وردها؟ مسك المدينه. لا ذاك ذاك. هذه اسمها عجزوره. وش هذه؟ عجزوره شجره زينه بس. اي انا عارف، بس وش هي الجوره؟ عجزوره. أجزرة. ها. اوكي. وده طارد للنامس يا شيخ. وينه؟ هذا شداب. ويطرد للنامس ولا؟ طارد للنامس. خارجي طبعا. خارجي. شداب، كم تبيعون الشداب؟ 5 ريال. اي والله. 5 ريال ناخذها ولا إذا جينا تغير كذا؟ يا أخي 5 ريال معروفة. في نعناع، في شاي أخضر، في حبر. كله ممتاز. وهذه طبعا هذه اشجار موسمية. موسمية، الزهور موسمية 6 شهور. كم تبيعون الشتلات دي؟ بريال. كل هذه شوفوها. ايوه منظر بس ما في ريحة طبعا. دي مددات يا شيخ. مددات يعني زي مغطيات تربة. ايه وين هذه ولا هذه؟ كله هذه الاشكال، هذا كأنها ثيل هذه. اثنين ايوه ثلاثة، فيها أربع خمس أنواع. وش أحسنها طيب؟ أحسنها اللي هي هذه، بتجيب زهرة صفراء وتمد معك. هذه هذه ايوه. ممتاز. طيب وين احنا فيها الحين؟ وش اسم المناطق؟ وش وين احنا فيها الحين؟ هذه طريق دراب اللي سلمك. طريق دراب جنوب الرياض مقابل بنك الانعام. زين خلاص يعطيك العافيه، شكرا لك. شكرا، الله يرزقك. الله مع السلامه.